السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم حيثما كنتم. أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة أخرى من سلسلة القهوة. ومع العلم أن سقوطي في اختبار الرياضيات له تأثير سلبي علي، أنا راح أسكت وأقول انترو. كيف حالكم؟ اخباركم؟ عسى اموركم زينه. والله مشتاقين، والله يشهد الله اننا اشتقنا يا ناس، يشهد الله. في حلقه اليوم من سلسله القهوه راح احاول قد ما اقدر اني ما اطول عليكم. ما اقدر اوعدكم، لكن هحاول قد ما اقدر اني ما اطول عليكم. في حلقه اليوم ما اعرف ايش اسم الماكينه هذه، لكن اعرف ان 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 القهوه حقتها مره حلوه، مر يعني بحكم يعني اللي اسويه دائما اني انا اجرب القهوه اول شيء، وبعدين يعني اذا عجبتني اسوي عنها حلقه. يا اخي والله احس اني شيبت، يا اخي ما اقدر اسوي شيء بدون نظاراتي، لازم البس نظاراتي عشان اشوف مظبوط. نظري قاعد يضعف اكثر واكثر، مفروض انه النظارات تثبت النظر وتخليه زي ما هو، انا نظاراتي قاعد تخلي نظري يضعف اكثر واكثر. ايش الهرجه؟ ما ادري. انا فاهمك، فسخ النظارات الغبيه هذه وخلصنا صح. عيوني لك انت، العيون الضعيفه هذه لك الحين اجيب. طبعا لازم اول شيء الخشبه هذه، عشان ايش؟ عشان هذا ما يطوى. النظافه من الايمان، والوساخه منك يا لا الوساخه من الشيطان، فما نبغى نوسخ الطاوله حقتنا الحليوه هذه اللي انت عارف الضيوف لما يجونا يشوفوها حلوه. وهذه الماكينه بسيطه لدرجه انه ما يحتاج لها انتدكشن، يعني ما يحتاج لها تعريف وتقول هذه الماكينه تسوي كذا، هذه كلام فاضي. بسيطه لدرجه انها متكونه من قطعتين فقط. هذه الماكينه في الاروقه السياسيه تعرف بما يسمى ذا فرنش بريس. ايش اسمها بالعربي؟ والله ما اعرف، اعتقد انه اسمها كذا عشان الفرنسيين يستخدموها. اذا انت عايش في فرنسا اعطينا رايك، هل هي فعلا الفرنسيين فقط يستخدموها عشان كذا اسمها فرنش بريس، ولا الموضوع من كيسي وقاعد اكثر منه؟ فارجوك ساعدنا في الكومنتات واعطيني ايش اسمها بالعربي تحت لو سمحت. اسخن مويه واجيب قهوه ونسويها على السريع. ايش رايكم بحافظه القهوه الجديده؟ باللايك شك فلوس فلوس. اوكي انا احس انه القعده في البيت لها تاثير سلبي علي، سلبي جدا علي، ولازم اطلع برا باي شكل من الاشكال. ادعوني لازم اطلع برا. وفقط للتوضيح، انه انك تسوي قهوه بهذه هذا الشيء لدرجه انه طفل عمره 4 سنوات يقدر يسويها لك، بروفايدد انه المويه الحاره ما تحرق. شوف عشان كذا انا ما عندي اطفال، ما 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 اعرف راح اموتهم وهم صغار، ما اقدر. عموما على بال ما المويه تسخن، كيف حالكم؟ اخباركم يا ابوي؟ اعطوني سوالفكم في الكومنتات يا ابوي، والله احب اتواصل معاكم واعرف اخباركم دائما. قاعد اكذب لانه المويه قاعد تسخن وطولت شويه، بس كمل كيف حالك؟ بس اديني الزين، عسى امورك كلها بخير. كيف المدام؟ كيف الاهل؟ اخلص بسرعه، ترى الموضوع صار محرج. والله الحمد لله بخير، كيف امورك انت؟ خالي يا اخي والله ما ادري، بعض المرات اكون جالس كذا اتذكر حاجات غبيه. اتذكرت سالفه انه اذكر مره خالي جاء من الصومال تعرف، وكان يشتغل في السعوديه وده،
يا دوب كان يتعلم اللغة العربية. وانت عارف احنا في السعودية عندنا امثلة كثيرة. اوكي؟ خالي اتعلم مثل لدرجة انه كان يستخدمه في اوقات غلط. المثل كان كلام الليل ما يمشي في الصباح. بسيط جدا، ما اعرف مين جاب، هل هذا مثل، هل هو عموما خالي اتعلم الكلام ذاك وصار يستخدمه معانا. اي سيناريو يصير في البيت خالي يستخدم المثل هذا. يا خالي انت طالع برا شيل معاك الزبالة. اسمع، كلام الليل ما يمشي في الصباح. كلام الليل ما يمشي في الصباح. شيل الزبالة. طبعا قبل ما تصب المويه لازم انت تصب القهوة هنا اول شيء. لازم القهوة تروح هنا. وحالاتها انه الموضوع هذا سهل جدا لدرجة انه يمكن انت تتفاجئ من بساطته. اوكي، مثلا راح نسوي كاسة واحدة. alright، كاسة واحدة. alright، شيل هذا وراح ارجع هذا. حجيك دحين دقيقة. واول ما تحط القهوة تحط عليها مويه وبس. وتعطيها دقيقة واحدة عشان ايش الريحة حقت القهوة الغازية تطلع وهذا وتلتصق بالسماء وتغير طبقة الأوزون إلى الأفضل، وبعدين ينزل مطر ويثبت القهوة. عرفت كيف؟ هذه العملية تدوم حوالي 5 سنوات، فأنت لازم تصبر، لازم يكون عندك إيمان إنه القهوة هذه بالإمكان أنها تغير مزاجك. مع العلم أنها لا، لكن عندك إيمان تام أنت تستطيع. لو في جائزة للي يوسخ دائما أنا حفوز فيها لأني دائما أوسخ. فإيش تسوي الآن؟ تخلط شوية وتخلي القهوة تهدأ وبس. والآن الجزء الأفضل قادم، فلازم أوريكم إياه. دقيقة بس، نسيت الكاسة عشان ما نشرب صحيح كاسة. واليوم من بين كل الكاسات اخترت إني أشرب بالكاسة اللي الكاسة الصفراء، الكاسة الاتحادية اللي كانت على بعد شعرة من الهبوط. ما يصير يا أخي، احنا اشترينا كاسات عشانكم يا أخي، وتبوا تهبطوا يا أخي. استحوا يا أخي، ايش هذا يا أخي؟ ارفعوا لومك يا شيخ، ايش هو يا ابوي؟ والآن بعد مرور 5 سنوات من الصبر على ان القهوة تهدأ، قاعد امزح، مفروض تنتظر دقيقة. عندك البريس هذا اللي انت راح تضغط فيه القهوة، وعندك الفلتر هذا اللي راح يعني القهوة المطحونة راح يرجعها تحت ويخلي القهوة اللي فيها الموية تطلع على فوق وبعدين تنصب من هناك، لانه في السن المدري اللي من هناك والقهوة. والله تعبت يا شيخ. اول ما تركبها كذا بكل بساطة ايش تسوي؟ بكل بساطة وببطء تنزل هذا تحت. انت كده احتويت القهوة المطحونة وعندك فوق ال يس. وطبعا يشتغل زي الترمس، فانت تصب قهوتك وبس. يا ربي، وبهذه البساطة بس انت استخدمت ماكينة قهوة وصنعت منها قهوة. انت استخدمت الفرنش بريس. هذا مجهود يذكر فيشكر. هو طبعا انا اللي سويت كل شيء، بس انت تفرشت وهذا مجهود برضو يذكر ويشكر. والان حانت لحظة الحقيقة اللي احنا نذوب فيها القهوة ونقيمها ونعطيها تقييم من 1 إلى 10. 10 being the best، 1 being the worst. لازم اعطيكم نظرة الخبير، لانه شوف اذا قيمتها عادي كذا احس انه التقييم مو حلو راح اكذب، بس اذا اعطيتها نظرة الخبير راح اعطيها تقييم ممتاز. Yes, it's good. It's good, it's good. It's good. It is very good. هذه قهوة ممتازة. وطبعا كالعادة اشرب القهوة بدون سكر او حليب، واشربها ساخنة. قهوة باردة لا، لا قهوة باردة لا، قهوة ساخنة ايوه، باردة لا.
اختصر، الماكينة فعلا فعلا ممتازة وسهلة وممتازة ومفيدة للي عنده دوام الصباح ولا عنده شغل كثير دائما فما عنده وقت انه يضيعه في تحضير الماكينة ولا حاجة زي كده. هذه تختصر لك كل شيء، كل اللي هي تحتاجه موية ساخنة فقط، وهذا شيء ممتاز. سهلة سلسة رخيصة وسريعة، اهم شيء سريعة، وتعطيك قهوة ممتازة وتقييم القهوة وي فبرأيي وتقييمي ونظرة الخبير ذيك اللي دحين سويتها وذا كله 8 ضبط، لا زائد لا 8 من 10. ها والله 8 من 10 تستاهل اكتر، بس لا ما بعطيها. احسسك خبير 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 8 تستاهل اكتر بس ما بعطيها. ليش خبير؟ معلش ما ما معلش ما اسمح لك. يس، وهنا نوصل إلى نهاية الحلقة اللي أنا مفروض أحسسك فيها إني أنا إنسان كوميدي ومضحك، لكن راح أقول لك شيء واحد، كلام الليل ما يمشي في الصحراء. إيه خلاص جدية شوية جدية، لا تنسى تسوي اللايك والسبسكرايب، وأشوفكم بالفيديوهات الجاية. بيس. نسيت اقول شيء واحد، خالي ممكن يشوف الفيديو هذا، فيا خالي اذا انت شفت الفيديو هذا والله معليش، بس انت كنت تستخدم المثل في كل الطرق السيئه الممكنه، وهذا الشيء خطا جدا انك تسويه بالذات على اللغه العربيه. معليش والله معليش، احبك خالي حبيبي انت والله احبك معليش.